مساء الخير عن جديد. وصلنا لفقرتنا الرئيسية، شو صار؟ شو صار لليوم عن الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبة؟ فوفقاً لتصريحات المسؤولين عن المخيم، يشهد المكان حالة أشبه ما تكون بالمجاعة. نعم، مجاعة تسببت في الأيام الماضية في ظل غياب الأدوية والغذاء إلى وفاة ما لا يقل عن 14 شخصاً منذ بداية الشهر الجاري. عن الأوضاع الحالية ومن هو المسؤول وعما آلت إليه الأوضاع وما هي الحلول لإنقاذ الوضع، هو ما سيكون موضوعنا بشو صار. لكن قبل ما نروح نشوف التقرير. لم يعد مخيماً للجوء، بل غدا مكاناً للموت والتهميش، وكأنه سجن كبير في الصحراء حيث لا ماء ولا دواء. أهالي مخيم الركبان ومنذ سنوات يعيشون محاصرين بين قوة النظام التي ترغب بالفتك بما تبقى من أجسادهم، وبين حدود أردنية لا توافق على زحفهم لبضعة أمتار إلى الداخل بحثاً عن دواء أو طعام. لم تعد تنفع كل الوعود بوصول المساعدات. قبل يومين حصد الموت روحا طفلين في المخيم. كثيرون من الأهالي باتوا يحسدون الطفلين على رحيلهم عن دنيا حياة مخيم الركبان، ففي هذا المكان لا وجود لشيء سوى العزلة وقلة الطعام والمياه وفقدان كل شيء. عمي، ذبحنا الغلي وذبحنا الكل، ربطة الخبز ب 800، كيس الطحين ب 10000، كيل اللحمة ب 3000، كيل الثوم ب 500. وين بدنا نروح؟ ما ظل شيء. الأمم المتحدة كعادتها لا ترى حلاً إلا في استمرار المناشدات، لعل عابر طريق في درب الإنسانية يغيثهم في زمن لم يعد فيه لحكايا جار عثرة الكرام أي مكان يذكر. إنها كرامة الإنسان في حدها الأدنى، هكذا عبرت اليونيسف عن واقع المخيم، وكأنها بهذه العبارة تحضر لنعي ما تبقى من أهله في حال استمرت الأوضاع على حالها، خاصة مع قدوم أشهر الشتاء الباردة حيث يتحول المخيم إلى بركة من المياه. إذن إلى متى يستمر هذا الجحيم ومن يتحمل أسبابه؟ ربما أسئلة لا تهم قاطني المخيم ولا تنقذ حياتهم من الموت، لعلها توقظ ما تبقى من حياء من يعيشون خارجه. الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر السكايب الصحفي عمر البنية، وهو المتحدث باسم مجلس عشائر تدمر والبادية. مساء الخير لك. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. ومعنا أيضا في الاستوديو الصحفي السوري نبيل شوفان. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ حوارنا رح أذكر مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم: هل تتحمل اليونيسف مسؤولية تدهور الأوضاع في مخيم الركبان؟ مثل مظاهر السؤال قدامكم على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك، بانتظار تعليقاتكم وإجاباتكم حول هذا الموضوع. أبدأ معك أستاذ عمر، كيف هي الأوضاع الإنسانية الآن في مخيم الركبان؟ الحقيقة الأوضاع كارثية داخل مخيم الركبان. كنا شاهدنا خلال الثلاث أيام الماضية توفى بظرف 24 ساعة توفى طفلين، وقبلهم سبقتهم سيدة توفيت. وللأسف كانت اليونيسيف تعرقل دخول السيدة، وأيضا اليونيسيف عرقلت دخول الطفلة الأولى التي توفت، وبعدها كانت النتيجة وفاة الطفلة. وهذا ليس بجديد على نقطة اليونيسيف بشكل دائم، وخلال أكثر من سنتين كنا دائما نناشد اليونيسيف ونرسل لهم المذكرات ونكتب العديد من المقالات حول الوضع في مخيم الركبان، لكن كانت الاستجابة ضعيفة جدا. وإذا كانت تستجيب منظمات الأمم المتحدة فلا تستجيب إلا بعد ضغط إعلامي كبير لكي تنقل حالة أو حالتين. من يتحمل المسؤولية بشكل كامل هي منظمات الأمم المتحدة وهي هيئات الأمم المتحدة. وللأسف الشديد كنا البارحة صدر
صدر بيان عن السيد المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط السيد خيرت كيباري. نعم. تحدث وقال أنه أننا نناشد جميع الأطراف ونطالبهم بأن يفتحوا المجال لدخول المساعدات. هذا يعتبر ضرب بالرماد في العيون، والسيد خيرت يهرب من مسؤولياته تجاه النازحين في المنطقة وتحديدا تجاه أهل مخيم الرضوان. أستاذ عمر، متى بدأت الأمور يعني تتفاقم وتسوء إلى هذا الحد؟ في الحقيقة بدأت تتفاقم الأمور وتسوء بشكل كبير بعد أن بدأت تظهر تسويات الجنوب. يبدو أن النظام، وبعد أن بدأ التقارب بين كل من النظام والأردن، الأردن يبدو أنه حصل على وعود اقتصادية من روسيا أو من غير روسيا أو من بعض من يمول عمليات التسويات أو من يسعى إلى التسويات. لا. الأردن الآن يريد إبعاد النازحين عن الحدود، والآن يضعهم أمام خيار وهو أنه التسوية مقابل الغذاء. وللأسف كما أعود وأكرر، منظمات الأمم المتحدة تتواطأ بهذا الموضوع، وشاهدنا هذا واضح بشكل واضح بتصريح السيد خيرت كيباري البارحة. تصور أنه يقول في تصريحه نناشد جميع الأطراف، ويصف النظام بالطرف. هل نعم. من قتل هؤلاء اللاجئين وهجرهم هل هو طرف؟ نعم. هذا غريب. رح نرجع لك صحيح. أكيد سيد عمر، ابقى معنا. سيد نبيل، يعني ذكر عمر أنه اليونيسف تتحمل مسؤولية كاملة، وهناك من يقول أيضا أن النظام السوري له دور، المملكة الأردنية لها دور. شو برأيك ممكن يكون لهم دور بهذا الوقت؟ يعني مسألة مخيم الركبان مسألة معقدة. خلينا نذكر كيف تشكل مخيم الركبان. هو أنا بشوف يعني السكان مخيم الركبان هم ضحية الصراع وكل أطراف الصراع اللي بسوريا. يعني بداية هم تهجروا من دير الزور، هم أهالي من ريف تدمر وريف دير الزور. كان في معارك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي، تهجروا هدول من بيوتهم إلى نقطة قريبة على قاعدة التنف الأمريكي، وهناك أيضا في عشائر، جيش العشائر وجيش المغاوير يلي متحالفين أيضا مع أمريكا بالمنطقة، ولقوا حالهم. الأردن رفضت طبعا دخولهم، هم المفروض أنه كانوا بدون يدخلوا على الأردن هدول الناس، وكان الأردن سكر حدوده، وبالتالي عملوا خيم كتير بدائية على حدود، على حدود تماما بنص الصحراء بالمثلث يعني القاتل بين الأردن والعراق وسوريا، على هذا المثلث الحدودي جنوب قاعدة التنف. لاحقا الأردن ما ردوا يفوتوهم، فاضطروا أنه يعملوا خيام ويقعدوا بهذا المكان. لاحقا لما أيضا تحارب داعش بتدمر من قبل روسيا والنظام السوري، وتحارب داعش أيضا بقرب التنف من قبل التحالف الدولي، اضطروا العناصر داعش يهربوا ويحتموا بالسكان المدنيين، وأيضا عملوا عملية فجروا نقطة عسكرية بالأردن، قتلوا 7 جنود أردنيين. الأردن سكرت الحدود تماما، كانت عم تدخل لهم مساعدات مشان ما يدخلوا لعندها، بطلت تدخل المساعدات، وقفت المساعدات. نقطة يونيسيف موجودة على الحدود، موجودة داخل الحدود الأردنية. على فكرة هني موجودين على الحدود تماما، على الخط الفاصل، يعني هذا الخط، وهم فورا مباشرة بعد الخط في المخيم، وأيضا بالجانب الأردني في الجيش الأردني، ونقطة لليونيسف. هاي النقطة محاصرة بالجيش الأردني أصلا، يعني ما بتقدر نقطة اليونيسف، ولو أنه هي تتحمل مسؤولية أوكي، لكن أيضا هي محكومة ب يعني السماح لها بأنه تعالج الحالات الطارئة. كان المتعارف عليه أنه فقط الحالات الخطر اللي فيه خطر على حياتها ممكن تدخل على النقطة وتتعالج. اليوم تعقد المشهد أكثر، صاروا الروس بدهم يطلعوا الأمريكان من التنف، وعم يضغطوا سياسيا على الأمريكان ليخلوا قاعدة التنف ويرجعوا يطلعوا للشمال. والأردن أيضا مثل ما حكى بتفق مع الضيف الحكى أعتقد من برلين على هذا الموضوع. أيضا الأردن عنده أيضا مصالح اقتصادية مع النظام لفتح المعابر الحدودية، وخصوصا معبر نصيب كانوا رح يفتحوه، صار في خلافات جديدة من بداية الشهر، أعلنوا عن موعد افتتاح ثم تم تأجيله بسبب هاي الخلافات. فكان مخيم الركبان هو ورقة الضغط يلي عم يستخدمها النظام السوري، يلي وقف الطريق الوحيد يلي كان يدخل منه مساعدات للمخيم. والأردن استمر بإغلاق الحدود، ويبدو أنه صعد أكثر بمنع أيضا أطباء اليونيسيف من العمل، مما أدى إلى أول مبارحة توفى طفلين بسبب حالة صحية وبسبب الجوع. وأيضا يعني أوكي اليونيسيف تتحمل جزء من المسؤولية، لكن
ايضا الامم المتحده اللي هي اليونيسف هي يعني منظمه متفرعه من الامم المتحده، اللي ما سمعنا ابدا اي تصريح من الامم المتحده او اي تحرك تأكيدا ل 75,000 او بين 50 يعني الارقام الضاربه بين 50 وبين 75,000 شخص محبوس بهذا المخيم. هم اشخاص مثلي ومثلي كان حظهم ما اسعفهم انه يطلعوا على اسطنبول او يطلعوا على باريس ثاني. صحيح تاكيدا على هاي النقطه بهذا المخيم حيث العقارب لا مياه لا دورات مياه يعني القمامي بيدفنوها هم بالتراب مشان ما تصير في امراض تماما. هذا الشيء جغرافيه كبير بدي اقول لك انت بذات السياق يعني الوضع ما نو اني هو صار لنا اكثر من فتره طويله بنحكي مخيم الركبان الاعلام كله يوجه سنين. تماما يعني مخيم الركبان هو ما نو حاله انيه او لحظيه يعني لم يجدوا لها حل حتى الان مع العلم انه كثير كان في مناشدات لها ما وجدوا لها حل. تم اهمال مخيم الركبان ايضا نحن كاعلاميين نتحمل مسؤوليه انه ما 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 لحد الان يعني ما عم نعرف نثير قضيه مبكر يعني بشكل مبكر لحتى تتازم على الاخير يعني هلا امبارحه المناشدات انا اللي سمعتها طلعت من مخيم الركبان يعني تقشعر الى الابدان بصراحه يعني صحيح. رجال كبار عم يبكوا يعني اولادهم عم بيموتوا قدامهم والمجتمع الدولي ما عم يتحرك والاردن صحيح. الاردن يعني حتى انسانيا يعني امبارحه اول امبارحه كان في مؤتمر صحفي لوزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي مع وزير الخارجيه اللبناني جبران باسيل وجبران باسيل حكى تصريح قال انه اللاجئين السوريين اينما وجدوا هم قنبله موقوته ورد عليه الوزير الصفدي الاردني بانه اللاجئين السوريين هم اخواننا اينما وجدوا. لكن يا سياده الوزير يعني 70,000 انسان عم هدول معرضين لكارثه روسيا والنظام السوري. اوكي نحن بنفهم انه لعبتهم السياسيه مش نظيفه كثير بس المفروض مش على حساب المفروض هؤلاء. المفروض انتم في الاردن يعني قاطعين وعود للامم المتحده بانه ما تمنعوا الحالات الانسانيه من الدخول وما تمنعوا ايضا المساعدات يعني المساعدات الغذائيه يعني انه تدخل والمي العطش صحيح. في امبارحه كان ختيار عم يبكي عطشان ما في مي هم بالصحراء وعقارب وحيايا والى اخره. فنحن نحن بعد لما بدنا ندور على المشكله مزبوط مش لازم بس نحط الحق على اليونيسف. اليونيسف منظمه مش معها لا عندها مجلس امن ولا عندها سلاح ولا عندها مسؤولين سياسيين بدها موافقة الدولة أصلاً الموجودة بالضبط فيه. رح نتابع أكيد حديثنا ولكن قبل رح نروح تعليقات بعض الناس على السوشيال ميديا على أوضاع المخيم. سقوط العربان في مخيم الركبان 60,000 سوري عربي مسلم بني البشر يتضورون جوعا وبردا في تلك البقعة البائسة وصمت القبور يخيم على السوريين والعرب والمسلمين والأمم المتحدة ممثلة الحضارة الإنسانية يا لعارنا. رح يتم نقلهم إلى الشمال السوري خلال الفترة القادمة وحاليا عم يتم تجهيز مخيم لهم كل شيء متفق عليه. تطبيق فعلي لمقولة عايشين من قلة الموت. أستاذ عمر أحد التعليقات ذكر موضوع فكرة لنقل أهالي المخيم، هل هناك مشروع بذلك؟ هذا الموضوع يحتاج إلى ضغط دولي لأجل نقل هؤلاء اللاجئين، أيضا يحتاج إلى تدخل مباشر من قبل الأمم المتحدة وأن يكون النقل بضمانة الأمم المتحدة وبضمانة القوى الفاعلة داخل الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية داخل الأمم المتحدة. يجب أن يكون هناك عمل، يجب أن يكون خطة مدروسة من قبل الأمم المتحدة وتكون بحماية الأمم المتحدة، لأن هؤلاء الأشخاص إذا ذهبوا باتجاه الشمال السوري يجب أن لا يتعرضهم أحد إلى الطريق. أضف إلى نقطة بالغة الأهمية، هناك أشخاص هم من أهل المنطقة، هم من أبناء عشائر المنطقة، هم موجودين في المنطقة. إذا برأيك ممكن يتم نقلهم إلى الداخل السوري؟ تماما، لكن النظام عبر حليفته روسيا يسعى الى اخذ هؤلاء الاهالي الى مناطق سيطرته، يهدف الى هذه الفكره لاجل اخذ الشباب الى الخدمه الالزاميه والى الخدمه الاحتياطيه. المخيم يضم قرابه ال70,000 يوجد فيهم ما يقارب 10,000 شاب، 10,000 شاب هذا يعني جيش في منطقة البادية السورية، هذا سيعني سيطرة كبيرة. أيضا النظام يحاول من خلال هذه الفكرة أن يظهر أمام حاضنته الشعبية أنه انظروا أن انتصرت وأبعدت القاعدة الأمريكية في التنف وانظروا وأسيطر على كامل التراب السوري. بالعودة إلى موضوع الإشارة لوضع المخيم، خلال أكثر من 3 سنوات ونحن نشير لوضع المخيم وكانت هناك العديد من التقارير وأرسلنا العديد من الذكرات إلى كل من منظمة اليونيسيف وإلى مجلس حقوق الإنسان، وأذكر خلال الأسابيع خلال
منذ أن بدأ برنامج لم الشمل ونحن نتكلم عن مخيم الركبان، ولكن للأسف لا يوجد أي صدى للموضوع. نأمل الآن من خلال هذه الحلقة أن يتم مساعدة هؤلاء. واسمح لي أن أعرض أن قبل أسبوع كان السيد ماهر زيد العلي منسق مجلس عشائر تنمر البادية في لقاء بجنيف مع أحد وجهاء العشائر السورية، وقاموا باللقاء مع مجلس حقوق الإنسان وبينوا الصورة بشكل كامل بما يحدث في مخيم الركبان وما يحدث في البادية السورية. الأمم المتحدة بصورة الوضع بالكامل. بالنسبة لموضوع اليونيسيف ومكاتب الأمم المتحدة في الأردن، لماذا هي ليست واضحة؟ لماذا لا تصدر بيان واضح وصريح تقول فيه أن المسؤولية هي مسؤولية الأردن؟ هم من تحت الطاولة وأثناء الاتصالات يقولون لنا المسؤولين، عندما نسألهم يقولون الأردن لا يسمح. لماذا هم لا يصدرون بيان واضح وصريح ويقولون من يتحمل المسؤولية هو الأردن؟ هذا لا يحتاج، هذا الموضوع. طيب سيد عمر، هلأ يعني بهذا الوقت بعد ما صارت حالات الوفاة اللي شهدناها، هل هناك أي ردود فعل بالشارع الأردني أو عند الحكومة حتى لموضوع أنه تسمح للمواد تمر من خلال معبرها؟ من النهاية الأردن الآن لم يعد يعني أي أحد على الحدود. الأردن الآن يبحث عن فتح الحدود عن طريق النظام السوري، وهو كان قد صرح علانية أنه على اتفاق مع النظام السوري وأنه يريد أن يكون النظام متواجد على الحدود. والأمم المتحدة تتماشى مع هذا الموضوع، وأعود وأكرر أن من هو معين من الأمم المتحدة في الأردن إن كان سفير المفوضية أو سفير اليونيسيف هم سفراء دوليين يتمتعون بحصانة دولية، والأردن قام بالتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لديها خيار آخر، لديها خيارات متعددة. تستطيع الأمم المتحدة أن تستخدم طيرانها وهي تمتلك طيران لإلقاء مساعدات من الجو. أما ما تتحدث عنه الأمم المتحدة أنه يناشد جميع الأطراف وغير جميع الأطراف، هذه أمور غير مقبولة. الأمم المتحدة قدمت مليارات الدولارات لتنظيم بشار الأسد الإرهابي، والآن تعجز عن هل هي تقف مكتوفة الأيدي أمام مخيم الركبان؟ نعود ونكرر، تستطيع أن تستخدم إلقاء الطائرات عن إلقاء المساعدات عبر الجو. كل الخيارات متاحة للأمم المتحدة، والأمم المتحدة تملك صلاحية كبيرة. ويجب أيضا نعود ونكرر، يجب نقل موضوع مخيم الركبان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، ويجب أيضا أن يكون في مجلس الأمن وتحت الفصل السابع. يجب أن تمارس الأمم المتحدة كافة صلاحياتها في مخيم لأجل حماية هؤلاء اللاجئين. هؤلاء اللاجئين هم مسؤولية دولية، هم مسؤولية المجتمع الدولي، هم مسؤولية الأمم المتحدة. نعم، كملي معك استاذ عمر. استاذ نبيل، ما تعليقك على الموضوع؟ كل طرف عم يحمل الطرف الاخر المسؤوليه، شو الحل؟ الامم المتحده ليس لديها فصل سابع، مجلس الامن شيء اخر، دول يعني عظمى وصراعات. ودعني اشير ايضا يعني تعقيب مشان بس نفهم الحالي، انا بعرف كيف المنظمات تشتغل. اليونيسف قد يعني يكون لديها تقييم للحالي هناك، فيقولون لن نطلق تصريح ضد الأردن كي لا نخسر هذه النقطة. الآن نحن موجودون، سنحاول ربما ألا نتهم أي طرف ونناشد كل الأطراف، لأن أعود وأقول كل الأطراف متورطة بما فيهم الأمريكان وبما فيهم فصائل محسوبة على الثورة السورية إذا بدك، يعني جيش المغاور. يعني الأمريكان أيضا كان لديهم خطة لإخلاء المخيم إلى الشمال السوري، لكن بشرط أن ينضم جيش المغاوير وجيش العشائر إلى قوات سوريا الديمقراطية. جيش العشائر رفض الانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي لم يتم هذا الاتفاق، يعني تقتلوا بين بعضهم مثل ما بيقولوا. وكان هناك أيضا اتفاق انقلب عليه النظام، اتفاق من أسبوع، من 9 نقاط لإخلاء المخيم. أحد بنود الاتفاق أنه أخي ما بتعتقل حدا ولا بتجند حدا، لكن لا أعرف ماذا حدث وانقلب النظام على هذا الاتفاق بدون أي سبب يذكر. أعتقد لأنه يعني رأى أن كل الأطراف تساعده. في عنا تعليق من أحد المتابعين على سؤال حلقة اليوم، الاسم عاصم سويد، قال عليهم الحق الأكبر لأنهم يجمعون التبرعات بجميع شوارع ومدن أوروبا باسم السوريين، وبالنهاية يقولون لم تعد لدينا الميزانية الكافية، طبعا قصده على اليونيسف. عندما واجهت أحد مسؤولي اليونيسف بتقاعسهم تبين أن أغلب مساعداتهم تذهب لمناطق سيطرة النظام داخل سوريا بسبب صعوبة وصولهم للمناطق المحررة ولأسباب أمنية حسب زعمه. شو تعليقك استاذ نبيل؟ انا مش عم برئ الأمم المتحدة، لأنه اصلا الأمم المتحدة تقرير
تقرير صدر الشهر الماضي بيقول أنه الأمم المتحدة ساهمت بعدم سقوط الأسد بسبب المساعدات، 80% من المساعدات يلي استلمها النظام السوري ذهبت إلى مناطق ما فيها شيء، انباعت بيع يعني باللاذقية وبالساحل السوري وأيضا بدمشق وبأماكن يعني يسيطر عليها. فبالتالي الأمم المتحدة بتتحمل جزء كبير من فشلها بإدارة الملف السوري إنسانيا، فشلت تماما. دائما عنا كوارث عم تحل بمبادرات فردية من إما من دول يعني إما من أو دول أشخاص أو أشخاص أو رجال أعمال أو إلى آخره. بظل كل شيء عم بيصير هلأ، شو سيناريو المتوقع للركبان بهي الفترة؟ ما بعرف شو سيناريو المتوقع، ما فينا نتكهن لأنه المخيم وهلأ ونحن عم نحكي هم ما عندهم مي، وهم النقطة الطبية اللي بقلب المخيم ما في فيها شيء أبداً، يعني هي عبارة عن أدوية هي عبارة عن كابين فاضي تماماً، ما في شيء أبداً. كان مبارحة يمكن حكى عندكم أو وسيلة إعلام أخرى الناطق أو المدير النقطة الطبية اللي بالمخيم واليونيسف عندها، لكن ما عم بطل الأردن يسمح حدا يدخل يعبر الحدود بقى. هل يعني معقول يعني حالات وفاة عم تصير يتم تجاهلها بالمطلق؟ يتم تجاهلها بالمطلق، تخيلي يعني أنه يتم تجاهلها بالمطلق. عقرب يعني واحد عم يتعرض لقرصة عقرب عم بيموت، ما في بس بده أبري لحتى يضربوا المصل ما في. خلينا حول هذا الوضع ناخذ الإنفوغراف التالي حول الأوضاع الإنسانية بالمخيم. مشاهدينا قبل ما ننهي حوارنا مع ضيوفنا الكرام رح أرجع أطرح سؤال حلقة اليوم وأذكر بالنتائج. هل تتحمل يونيسف مسؤولية تدهور الأوضاع في مخيم الركبان؟ النسبة نعم 81% ولا 19%. تعليق أخير أستاذ نبيل. أكيد اليونيسف تتحمل مسؤولية، لكن أنا ضد رأي الناس أنه اليونيسف هي المسؤولية. أنا ضد تحميل مسؤولية لليونيسف فقط، يعني اليونيسف منظمة، لازم نحدد مين اللي عم يمنع الدخول للمساعدات، اللي هن الجانب الأردني والجانب والطرف النظام السوري وأمريكا وروسيا، واشنطن وموسكو. هم هدول يعني نحن رايحين بالمطحنة تبعهم. من الدول المسيطرة أصلاً. هم الدول المسيطرة وكل حدا عنده أجنداته. روسيا بدأ أمريكا تطلع من قاعدة تنف وتخليها لحتى يرجعوا يوزعوا هدول اللاجئين، وواشنطن طبعا عم تلعب لعبتها. يعني لازم جيش مغاوير الثوره ينضم تحت لواء قوات سوريا الديمقراطيه لحتى تحل مشكله المخيم. نعم للاسف كنا بدنا حابين ناخذ راي الاستاذ عمر البنيه ولكن قطع الاتصال. نعم نشكرك على كل حال الصحفي عمر البنيه وكان متحدث باسم مجلس عشائر تدمر والباديه، وبنشكر ايضا الصحفي نبيل شوفان على المعلومات اللي قدمناها. شكرا لك. رح نروح لفاصل قصير وبعده بنتابع.